تعد الحوسبة السحابية من المنظومات الرقمية الرائدة في مملكة البحرين، حيث تعتمد على مراكز بيانات متطورة تقدم مساحات تخزين كبيرة للمستخدمين، كما أنها توفر بعض البرامج كخدمات للمؤسسات والأفراد. نقلة نوعية بتطور المنظومات الرقمية، بدت تحتل مكانة في عالم تقنية المعلومات بمملكة البحرين، لا سيما في ظل الأنظمة المتقدمة للحكومة الإلكترونية التي شرعت بتطبيق الحوسبة السحابية، ذلك النموذج الفريد الذي يسمح من خلال شبكات الإنترنت الحصول على موارد الحوسبة المشتركة. الحوسبة السحابية يعني باختصار كل عمليات اللي يقوم بها الحاسب الآلي أو المزودات الضخمة اللي كانت موجودة والبنى التقنية في الوزارات، تأجيرها من تخزين، من يعني عمليات تقوم به الأجهزة، من شبكات، إضافة لذلك طبعا توفير عدد من التطبيقات والبرامج وحتى رخص المعاشر كبرى شركات من خلال التأجير، أن الواحد يستخدمها وتكون متوفرة. يعني نضرب مثال بذلك، مثلا إذا واحد يحتاج كهرباء في بيته ولا في عمله، بدل ما يروح يسوي له مثلا مصنع ويعني محطة كهرباء بكل تجهيزاته، هذه الأمور الفنية ما تعني. فالآن التوجه العالمي أن الواحد يحصل على هذه الجوانب كلها من خلال التأجير، من خلال أخذها عن طريق مراكز متقدمة. أهمية كبيرة تتبوأها هذه المنظومة، علامة فارقة تتمثل في سرعة الإنجاز والمحافظة على الموارد المالية من الهدر. السرعة متوفرة، أسعار تكون أقل، وطبعا احنا مملكة البحرين أول دولة في الشرق الأوسط يكون فيها مركز بيانات حوسبة سحابية من خلال شركة أمازون. تحول إلكتروني بارز للخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، فتح أبوابا واسعة الأفق أمام مؤسسات الدولة ووزاراتها لتعزيز وزيادة إنتاجيتها على المنظور القريب والبعيد. الحوسبة السحابية توفر الكثير من الجهد والوقت للجهات الحكومية. حسب طبعا أحدث الدراسات، الخفض معدل بين 60-90%، في بعض المشاريع وفرنا 95%. كان عندنا مثلا منظومة في وزارة التربية، كان المنظومة كلها تحتاج إلى استبدال، تحتاج إلى $500,000 بنية تقنية، نقل النظام بالكامل إلى الحوسبة السحابية مع شركة أمازون. المبلغ اللي تدفعه الوزارة الآن $15,000 بدل 500,000. بالنسبة للقطاع الخاص، طبعا القطاع الخاص مثل القطاع العام يحتاج إلى تجهيزات تقنية لأي مشروع. على سبيل المثال، الواحد بيفتح له مستشفى، المستشفى يحتاج إلى بنية تقنية ضخمة سنة ونص إلى سنتين على أساس أنه يجهزها. بوجود الحوسبة السحابية في مملكة البحرين والبنية التقنية المتقدمة جدا، بإمكان أنه يفتح خلال أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع بالكثير، الكوادر موجودة، فيوفر عليه مبالغ كبيرة، الوقت والعائد أيضا على الاستثمار. خطط ورؤى تشيد على أرض الواقع، مرامي الرؤية الوطنية 2030 بدأت تؤتي أكلها في العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.